بسم الله الرحمن الرحيم. في تطبيقات مقرر للمحاسبة الاجتماعية الفرقة الثالثة محاسبة عرض. مثال رقم واحد، في 1/1 قامت شركة النص بشراء معدات للحد من تلوث الناتج عن أدخنة المنبعثة من المصنع بمبلغ 40,000 جنيه، وكانت الرسوم الجمركية المدفوعة 4,000 جنيه، ومصروفات النقل 1,000 جنيه، ومصروفات التركيب 3,000 جنيه تم دفعها نقدا، وكان قسط الإهلاك السنوي 10%. أول حاجة حسبت شراء الأصل بالثمن بتاعه اللي هو 40,000، هيبقى 40,000 من حساب معدات الحد من التلوث، 40,000 إلى حساب الخزينة والبنك بالطريقة اللي دفع بيها. تاني حاجة بشوف المصروفات المرتبطة بهذا الأصل اللي هي الرسوم الجمركية ومصروف النقل ومصروف التركيب وأي مصاريف أخرى. بقول للمذكورين 4,000 حساب الرسوم الجمركية، 1,000 حساب مصاريف النقل، 3,000 حساب مصاريف التركيب إلى حساب الخزينة بـ8,000 اللي هو مجموع 4,000 زائد 1,000 زائد 3,000، دول تم دفعهم بالكامل من الخزينة. بعد كده بحمل قيمة هذه المصروفات على قيمة الأصل لأنها مرتبطة بيه. أول 8,000 من حساب معدات الحد من التلوث اللي كان عندي رصيدها بـ40,000، يبقى مجموعهم 48,000، إلى مذكورين حساب الرسوم الجمركية 4,000، حساب مصاريف النقل 1,000، حساب مصاريف التركيب 3,000. بعد كده رسب قسط الإهلاك. قسط الإهلاك بيساوي ثمن المعدة بالكامل، هي 48,000 جنيه، في 10% اللي هي النسبة اللي مديها لنا للمستهلك بنسبة 10%، تدينا 4,800. بعمل القيد عن طريق أول 4,800 من حساب قسط إهلاك المعدات إلى حساب مخصص إهلاك معدات الحد من التلوث. أنا كده قفلت القسط في المخصص. وفي نهاية السنة المالية بقفل قسط الإهلاك في قائمة التكاليف والعوائد الاجتماعية، والـ4,800 من حساب قائمة التكاليف والعوائد الاجتماعية، 4,800 لحساب قسط إهلاك معدات الحد من التلوث. بعد كده تأثير على القوائم المالية، أنا عندي قسط الإهلاك بيحصل لي في قائمة التكاليف والعوائد الاجتماعية لأن ده يعتبر مصروف من المصروفات، قيمته 4,800 من جانب المدين من المصروفات 4,800. وبتظهر الأصول الاجتماعية ومخصص الإهلاك في الميزانية أو قائمة المركز المالي على الوجه التالي. أول حاجة الأصول، في عندي أصول اقتصادية وأصول اجتماعية. الأصول الاجتماعية عندي معدات الحد من التلوث اللي هي قيمتها 48,000. في الجانب التاني التزامات، عندي مخصصات اللي هي مخصص إهلاك معدات الحد من التلوث 4,800. مثال تاني، لو فرضنا إن في المثال السابق إن بعد 4 سنوات لتشغيل المعدة تم بيع تلك الفلاتر بمبلغ 30,000 جنيه، هل هينتج عن ذلك ربح أو خسارة؟ في الحالة دي بحسب هل عندي مكسب ولا خسائر عن طريق أول حاجة قسط الإهلاك بتاعي سنوي 4,800، أحسب مخصص الإهلاك اللي هو ده بيساوي قسط الإهلاك في عدد سنوات الاستخدام، أنا استخدمتها لمدة 4 سنوات، يبقى 4,800 في 4 219,200. بعد كده بشوف القيمة الدفترية للأصل، دي بيساوي التكلفة التاريخية اللي أنا وقت ما اشتريتها بيها، ناقص مخصص الإهلاك. أنا كنت مشتريها بمبلغ 40,000 وكان فيه 8,000 مصاريف، يبقى 48,000 ناقص 19,200 اللي هو مخصص الإهلاك بتاع الـ4 سنين. في الحالة دي بيديني إيه؟ القيمة الدفترية بعد 4 سنين 28,800. طيب بشوف بقى في الحالة دي أنا عندي كسبت ولا خسرت. أنا بعتها بـ30,000 وهي تكلفتها الدفترية 28,800، يبقى كده عندي ربح. قيمة الفرق بين القيمة البيعية والقيمة الدفترية 30,000 ناقص 28,800 يساوي 1,200 جنيه. بثبت الكلام ده عملية البيع بين المذكورين، حساب مخصص إهلاك المعدات اللي أنا حسبته 19,200، حساب
الخزينة أو البنك اللي هي بالقيمة اللي أنا بعتها بيها 30,000 إلى مذكورين، أرباح بيع أصول اجتماعية 1,200 اللي هي قيمة المكسب، ومعدات الحد من التلوث قيمتها 48,000. يبقى كده القيد أصبح متساوي. بعد كده بقفل الأرباح والخسائر بتاعتي في قائمة التكاليف والعوائد الاجتماعية، والألف ومئتين من حساب أرباح بيع معدات الحد من التلوث، 1,200 إلى حساب قائمة التكاليف والعوائد الاجتماعية. طيب مثال تاني، في المثال السابق إذا فرضنا إن عملية البيع تمت مبلغ 25,000 جنيه، يعني قبل كده حسبنا كان ب 30,000 جنيه، لا لو بعناها ب 25,000 جنيه، الحالة دي هنحقق ربح ولا خسارة؟ مطلوب إثبات ما تقدم. أحسب المكسب والخسارة. قسط الإهلاك بتاعي كانت 4,800، مخصص الإهلاك يساوي قسط الإهلاك في عدد سنوات الاستخدام زي ما حسبناه، 4,800 في 4 يساوي 19,200. القيمة الدفترية الأصل بيساوي التكلفة التاريخية ناقص مخصص الإهلاك، يساوي 48,000 قيمة الآلة بتاعتي اللي هي 40 زائد 8,000 مواصفات، ناقص 19,200 المخصص، دينا 28,800. طيب في الحالة دي أنا هبيعها ب 25,000 وهي التكلفة الدفترية عندي 28,800، يبقى في قوة إيه؟ في خسائر. قيمة الخسائر بتساوي القيمة البيعية ناقص القيمة الدفترية، بتساوي 25,000 القيمة اللي أنا بعتها بيه ناقص 28,800 هتديني إيه؟ 3,800 بس ليه في السالب. الحالة دي في خسارة. بعمل قيد أثبت فيه الخسائر اللي عندي بقى المذكورين، 19,200 حساب مخصص إهلاك معدات الحد من التلوث، 3,800 حساب خسائر بيع معدات الحد من التلوث، 25,000 حساب الخزينة اللي أنا بعت بيها قيمة الآلة إلى حساب معدات الحد من التلوث 48,000. وبقفل الخسائر في قائمة التكاليف والعوائد الاجتماعية، 3,800 من حساب قائمة التكاليف والعوائد الاجتماعية، 3,800 إلى حساب خسائر بيع معدات الحد من التلوث. المثال الرابع، أو فرضنا في المثال السابق إن بعد 4 سنوات تم مبادلة في مبادلة للفلتر بنوع أحدث، نعمل مبادلة ليه تبلغ قيمته 32,000 جنيه مع سداد فرق نقدي قدره 2,000 جنيه، يعني هبادله وأدفع 32,000 جنيه وسدد له قيمته أصلا 32,000 جنيه وهدفع له بس فرق 2,000 جنيه، أديله القديم وأديله 2,000 جنيه، هو قيمته في السوق 32,000 جنيه. الحالة دي عاوز أشوف أنا كده كسبان ولا خسران. أحسب المكاسب أو الخسائر. القيمة الدفترية الأصل القديم كان ب 48,000 ناقص مخصص الإهلاك اللي هو 4,800 في 3 4 سنوات تديني 48,000 ناقص 19,200 يساوي 28,800. طيب هو القيمة الدفترية عندي 28,800 اللي انا هبادله بيها الجديد 32,000، يبقى كده في عندي ارباح للمقايض، دي بتساوي قيمه الاصل الجديد اللي هو 32,000 ناقص قيمه الدفتريه الاصل القديم اللي هي 28,800 زائد المبلغ المسدد نقدا، يعني انا هسدد برضه ايه 2000 جنيه نقدا، يبقى 28,800 زائد 2000 بيديني 30,800. طيب 32,000 ناقص 30,800 بتساوي 1,800 جنيه، دي أرباح الإيه؟ المقايضة أو المبادلة. طيب عشان أثبت عملية الأرباح المبادلة بقول من مذكورين 32,000 حساب معدات الحد من التلوث الجديد، تسعتاشر ألف ومئتين حساب مخصص إهلاك معدات الحد من التلوث القديمة إلى مذكورين، 48,000 حساب معدات الحد من التلوث القديمة اللي هي قيمتها، 2,000 حساب الخزينة المبلغ اللي أنا هسدده، 1,800 حساب ربح مقايضة أو مبادلة معدات حد من التلوث. بعد كده بقفل الأرباح في قائمة التكاليف والعوائد الاجتماعية، والمن حساب أرباح مبادلة معدات الحد من التلوث 1,800 إلى حساب قائمة التكاليف والعوائد الاجتماعية 1,800. وكده يعتبر الدرس بتاعنا انتهى. أي أسئلة ممكن من خلال التعليقات. شكرا.